هذه المنتجات ليست من صنع عمال مهرة أو محترفين، إنها نتاج التعليم هنا في مدرسة سيكم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. طريقة التعليم هنا تخلت عن التلقين والحفظ لتعتمد على فكرة الإنتاج المثمر لدى الطلاب. عندي مدرسة للتعليم المجتمعي اللي هي تعتني بالأطفال اللي أهليهم أساساً محتاجين دخل من وراهم وطلعوهم المدارس أو ما اعتنوش بيهم، فنقدر نعلمهم من خلال إن احنا نديهم مرتب ويقدر يتعلم ويقدر يتعلم حرفة، في النهاية أضمه للمجتمع عنده حرفة وعنده تعليم وعنده دخل. في مدرسة بقى التعليم الفني الصناعي الزراعي التجاري اللي هو التعليم المزدوج، وده عندي 5 تخصصات صناعية وتخصص ميكانة زراعية وتخصص فني إداري، وده بقدم خدمة إن الطالب يتعلم 2 نظري و4 أيام عملي. ده بيتخرج تقريبا هو في سنة تانية يا إما بيعمل مشروع يا إما بيعمل ورشة يا إما بيكون عنده خلاص حجز في مصنع فبيتخرج ما فيش بطالة. وبالإضافة إلى هذا النموذج تقدم مدرسة سيكم السلم التعليمي بشكله المعتاد من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، لكنه يقدم هنا في بيئة مختلفة تحفز ولا تنفر، فالملاعب متاحة والمطاعم وكل ما يساعد الطفل على الارتباط بالمدرسة. الهدف أن نوجد نموذج للتعليم الحي اللي بيستجيب لاحتياجات المجتمع وبينظر للمستقبل، المجتمع محتاج ايه في المستقبل من المدارس ومن المتعلمين. فبناء عليه اتوجدت نموذج للتعليم غير التقليدي اللي بيوجد التوازن بين الفكر والإحساس والإرادة. الطلاب أنفسهم يرون في التجربة دافعا لهم لحب هذه المدرسة والارتباط بها. يساعدهم على ذلك وسائل التعلم والحياة اليومية البعيدة عن إطارها التقليدي الذي رسم للمدرسة في ذاكرة الكثيرين. جدا من أحسن المدارس اللي أنا شفتها، وفيها حاجات كتير بتختلف عن المدارس التانية، إن هي فيها مسجد وفيها كافتيريا. طبعا الطبيعة دي أول حاجة، مدينة الحرية هنا في المدرسة. لو واحد عنده هواية عنده أي حاجة ممكن يطلعها، مدرسين والمديرين هنا في المدرسة بيساعدونا إن احنا نطلع مواهبنا، إن احنا نعمل أي حاجة احنا عايزينها، بياخدوا اقتراحاتنا. انا شايفه في اختلاف جدا، لان مثلا زي ما انتم شايفين ماسكه كمانجه بلعب آلة كمان. ما اعتقدش ان في مدارس كتير بتشجع الهوايات دي، وكمان زمايلي يعني بيعزفوا آلات مختلفه مش لازم كمانجه. ويامل القائمون على المدرسه ان تعمم هذه التجربه لتحل محل التعليم الفني الرسمي الذي يطالب الخبراء منذ سنوات طويله بتطويره من جهه، واتاحه بيئه تعليميه مختلفه لكل الطلاب من جهه اخرى.